2021 وندير ما ينضر العمرة ولا الحج وندير راشد جويجة ولا ربي والسلام. شكرا بزاف. خرج من هاد البلاد اخويا 2021. كنتمنى داكشي على الجيش هنايا دابا الله. خوك راه ديبلومي فهمتي بيطون جانجو اس تي ام اس 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 تندير ديفلوبمون ويب وكنتمنى والله يسهل علينا اخويا. شكرا اخويا. كنتمنى تحيد النميمه وكنتمنى يحيد الشر ويوليو بحال بحال شحال هذه بحال جدودنا خوالاتنا هذيك الطيبوبه هذاك الحقد يحيد من الغش فهمتوني ولا لا. يحيد النميمه مور الدار يحيد الحقد يحيد تبقى الجار على الجار تبقى الصديقه على الصديقه الاخت على الاخت الاخ على الاخ ما تبقاش هذيك العنصريه وهذاك النصب وهذاك الاحتيال وهذيك تكوني كتاكلي معاها في الطابله وتزيدي وتهضر فيك وتغشك وتس بزاف الحوايج اخي ولاو خايبين قباحا بزاف بزاف. سرتو حنا دوله اسلاميه ولكن ما فيهاش الاسلاميه مره عيب الفم ديالنا. حنا دوله اسلاميه شي اوروبا نصارى وليهود وداكشي وحسن منا بالف درجه والله صراحة. بغيو شوية غير تعود الحياة كما كانت قبل يعني نرجعو نشوفو الناس نجلسو بكل أريحية نحتضنو بعضنا يعني ونعيشو الحياة كما عرفناها من دائما يعني قبل كورونا ونساو هاد المرحلة هادي طبعا. وفي نفس الوقت ناخدو العبرة والإنسان من هنا الفوق دائما نتزادلو واحد مجموعة ديال الأفكار جديدة واحد الاحترازات لأننا بدينا كنفهمو شي حوايج على الفيروسات وأن الإنسان يقدر يمرض معها بواحد السهولة اللي هي بسيطة برغم الجبروس ديالو فهو ضعيف بزاف وقدام ابسط حاجه يمكن توقع له في الحياه. وشنو كتسنى 2021 شنو متمنى؟ ان شاء الله تزول كورونا والمياه ترجع لمجاريها. شنو كتسنى 2021؟ كنتمنى عام 2021 ان يزول هذا المرطمار بصفه نهائيه وترجع الحياه الطبيعيه ديالنا. العام الجديد هي العقليه ديال بنادم تبدل ان شاء الله. شي حاجه اخرى؟ صافي هادشي اللي بغينا لا تبدلت العقليه تبدل كلشي. كنتمنى من الله تعالى سبحانه عز وجل في 2020 ينوب علينا الله ويحيد علينا هذا الوباء ونكونوا ثاني في العاده كيف كنا ونكونوا بخير وعلى خير الحمد لله. هذا نتمناه لله سبحانه عز وجل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.